شد بهيمة ديالك و ماتت، الله ما تموت وما تبقاش تشوف فيها كتألم، الله ما تموت الجرة ولا تبقى كتشوف فيها كتألم. حتى الحالة ديالها حنا نقولوا هاو كيتنفع منها، يعني خاصو من هذاك الشيء اللي كتولد ليه في العام وخاصو منها الحليب ديالها اللي كيبيع، هاد الناس كيعيشوا منها، ولكن حتى لغينا كاع حنا ربي داها كاع، يعني غير ما تبانش لك أنها كتألم. يعني كتوجع، راه كتبان لك روح كتوجع، هالحالة باينة ماشي شي حاجة كنقولوها، كتشوف فيها أنها كتوجع وكتألم، ولكن لا منصف لها، لا صافي، يعني تسدو عليه مسكين البيبان، ملي كيهضر معاهم كيقولوا ليه صافي هانتوما كتشوفوا الإبن ديالها هو باغي يرضع، ما عنده ما يرضع، أش غيولي هو يمشي يشري ليه الحليب باش يرضعو، بغا يستنفع منها ولا تاني عنده مشاكل، ما بقاش النفسية ديالو تكدرات ومن حقه. السلام عليكم، معكم هشام التازي. نهار 7 جامعة الساحل ولاد حريز، نهار 5/7 داروا تلقيح لهاد البقرة، وملي داروا لها التلقيح راها تشلت هاد البقرة، ملي جنا واحد البيطاري داواها، ملي قدر ياودي عطينا التقرير قال لك اودي التقرير لا، واش انا غادي نتحارب مع الدولة غنعطيها التقرير ديالها، ملي عيط المقدم لهذوك الناس المسؤول عيط لهذيك اللي جلبت ليها قالت لي اودي ماشي سوقي في داك الشيء، قالت لي داك الشيء صافي داز، مشيت عند الخليفة قلت لي اودي راه قلت لي راه وقع وها وقع، عيط المقدم قال لي ودي راه اش كاين، قال لي راه بصح كاين هذيك، قال لي راه مشيت عندو قال لي راه عيط ليه، قال لي غتمشي عند السي جمال، مشيت عند السي جمال تما كاين، قال لي ودي السي جمال، قال لي لا فات 3 ايام، قال لي ما نعقلش عليك، دابا اليوم انا عيطت لشحال من بيطاري دابا جوج ديال الناس اللي عيطت ليهم، قال لي ودي لا داز في الاعلان ما داوهاش، وعلى على من مسؤول هاد البقره، شكون غيتحمل المسؤوليه ديالها، راه كتبقى فك ملي كتخرج مع الجوج ديال اللي كتصيبك كتالم، راه كتقطع في القلب شي 10 سنين دابا هاد البقره، وحنا كنتنفعوا منها حنا وهاد الدراري وهادشي، وهاما هاد الناس حرمونا منها. يلا والده دابا عندها شي 4 شهور، راه ولد ديالها كتشوفوه كم ليل وهو يزوق، كيفاش غديري شكون غادي يرد على الولد هذا، ودابا كنطلب من هاد المسؤولين يعاصقوا هاد البقره، شو راه كتالم حالتها كي كتالم، راه كتبقى فك. السلام عليكم، اليوم جينا لهاد المنطقه اللي هي اقليم سطات، شفنا هاد السيد اللي هو محان ومكرفس حتى في النفس ديالو، الحاله ديالو يرثى لها، لانه كيشوف ان هاد الناس ديال الباديه راه كيعيشوا من هاد العجوله، من هاد البقر اللي عندهم، راه عندهم هما الحياه ديالهم هو هاد البقر هذا. واليوم كنتلقى واحد الخبر لانه نهار 7 في شهر 5 دار لهاد البقره تلقيح، ومن وراء التلقيح قالك مسكين في الجوج الليل كيشوفها انها كتلوى، ما كتوجع، ما كتمشيش مزيان، لدرجه انها صاحب في الصباح صبحت زاحفه، ما كتمشيش. هالحاله ديالها كتشوفوا فيها العجل ديالها، الابن ديالها هو ما عنده ما يرضع، السيد في واحد الحاله لقيناه فيها يرثى لها، لانه مسكين تبع العديد من الاول كيفاش جلبات ومشى للناس اللي جلبوا ليها، ما استجوبوش معاه، سير عند فلان، جي عند فلان، هادشي اللي عندنا حنا، ديما سير عند هذا، جي عند هذا، جيب هاد الورقه، هو هادشي ما كيفهمش فيه، اللي كيعرف انه جاو داروا ليها التلقيح وقع ليها هاد الحاله هذه، من وراها بقاو كيلوحوا فيه، قالوا لي حقا فاتت 3 ايام ما عندنا ما نديروا ليك، شكون غناشدو؟ خاصو حتى هو يتنصف، راه البقره كيقول لك عندي واحد المده ديال 10 سنين وكيسترزق منها ومعيش منها وليداته، ولكن ملي ولا كيشوفها في هذه الحاله قال لك كينوض في الجوج الليل في 3 الليل كيلقاها كتوجع، راه بحال حتى هو كيتوجع معاها، راه لقيناه في النفسيه ديالو مدمره. حنا كنطلبوا من الله وكنطلبوا من المسؤولين، لان ما عندناش لمن غنلتجئوا الا المسؤولين ديال هذه البلاد، يشوفوا من حال هذا السيد اللي كناو كيتالم هو كي كتالم هي، ويشوفوا الحال ديال هاد البقره هذه، لانها حتى هي روح زارع فيها الله روح، حتى ديك الروح راه كتالم. الناس ذوي الاختصاص ينقذوا هاد السيد وينقذوا هاد البقره من هاد الحاله اللي فيها، الا كان عندها العلاج يعالجوها، يعني انا ما جاتنيش على بالي، لان كل واحد عنده الاختصاص ديالو، يعني الناس البيطاريين وهادشي راه عندهم الاختصاص، يعني علاش يخليوها في هاد الحاله؟ هاي المده ديال شهر وهي مشله وجالسه الارض وعكت توجع، وهو ما عنده ما غيدير لها غير كيشوف فيها، كيمشي عندهم كيجي عندهم ما كاين حتى شي حاجه، اليوم كيسمع واحد الكلمه اللي هي خطيره ما خاصهاش تقال، لا بانت في الاعلام ما نجيوش لعندك، ودابا شكون غيسمع هاد الصوت؟
لا البقرة بانت في الإعلام، أنت بنتي في الإعلام ما نجيوش لعندك، هذا راه ماشي حق. حنا كنطالبوا وكنناشدوا جميع المسؤولين وذوي الاختصاص يشوفوا من حال هذا السيد هو الأول، ويشوفوا من حال هذه البقرة اللي كتألم، وشوفوا الإبن ديالها اللي ها هو كيدور حداها، بنادم يحس واحد شوية يديروا تا هو، راه كيف هاد الأم هاد البقرة وهاد الإبن ديالها راه بحال الأم والإبن ديالها بحال راه روح ينقدوها، ينقدوا هاد الوليد، يشوفوا هاد العائله تاع هاد السيد، راه قال لك كنت كنعيش من هاد البقره هادي، حتى هي داكشي اللي كتحلب وكيشوفها في صحه جيده راه كيفرح، ولكن ملي كيشوفها هي طارحه هي ما دايره والو، هو غير غادي جاي عليها الليل ما كاينش، قال لك نسمع هاد التقرقيب، كانت صحابها كتموت، حسبي الله ونعم الوكيل. الناس المسؤولين كنطلبوا منهم، والناس البيطاريين ديال هاد المدينه والناس اللي عارفينه وكيقولوا لي شفناك في الاعلام، يعني شفتوه في الاعلام ونقدوه، هذه هي الرسالة ديالي. كنت بتوقع